ده هيبقى البراكتيكال بارت الاي بي اس دي. منها هنفهم مع بعض هو لما يجي لنا عيان في الكلينيك احنا نشخصه والمفروض بعد كده نعمل ايه. زي ما قلنا ان كل الاي بي اس دي في النهايه هم رايحين للسيرجيكال كوركشن. الاي بي اس دي من اسهل الحاجات اللي تتشاف، يعني قلما ما بيجي ريفيرال غلط لحاله اي بي اس دي. بس احنا النهارده هنشوف شويه حاجات كده من لي احنا ازاي نشخصه او ايه المطلوب مننا براكتيكال تيبس موجوده فيها للناس الايميجر اللي موجودين عندنا. هل احنا محتاجين دايما الايكو؟ ما حدش بيسال انت بتعمل ايكو ليه. الايكو ده البيت سايد وده الحاجه اللي بتتعمل، لكن هو انا في حاله اي بي اس دي هو انا محتاج كروس ايميجنج موداليتي معانا يا سواء سي تي او ام ار اي، ولو محتاجهم محتاجهم في ايه؟ هل انا محتاج قسطره في كل حاله داون ولا لا؟ انا ايه محتاج غير الدياجنوستيك ان انا اعرفه وانا بتابعه بعد ما يتقفل، ولا ده عيان بيخرج من الكلينيك؟ فاهمني اصلا ازاي؟ ده اللي احنا هنحاول ان احنا نجوت له دلوقتي. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنقولها ريمبر يوزفول تولز من قبل ما نبدا، زي ما حاتم قال الداون سندروم مرتبط بارتباط وثيق بالاي بي اس دي، فلذلك كل سؤال احنا بنساله لما بنسمع اي بي اس دي بنقول هل هو داون، ولما بيبقى داون بنسال برضو هو عنده اي بي اس دي ولا لا. 50% من دول عندهم داون و50% من الكنالز داون و50% من داونز كنالز، فاهمين ده؟ فلازم الداون سندروم ده بيبقى في بالك دايما ان هي موجوده. الاي سي جي مش هنشرح في المره دي باستفاضه في الاي سي جي، لكن زمان وبرده زي ما حاتم قال كل داون شوت بي سكريند بايكو. بس احنا ممكن نبقى موجودين في مستشفيات ما فيهاش حد بيعرف يشتغل بالجد بايكو، لكن كل المستشفيات فيها اي سي جي. فلو عندك بيبي داون وعنده ليفت اكسس ديفيشن هو عنده برايمم اي اس دي او حاجه ثانيه، يعني عنده كارديك ليجن. فدي حاجه مهمه انك انت تبقى موجود في حته بريفرال مثلا او في يونيت او حاجه زي كده. مش لازم تكون بتعرف تعمل ايكو ادفانسد بيبي، لكن هو شود بي سكريند ليتر. لكن انت تقدر بمنوفر بسيط انك انت تبص على الاي سي جي بتاعه. مفيش بيبي نيونيت يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن الا اذا كان عنده اي سي بريمر للميكانيزم اللي شرحها حاتم. فاهمين يعني ازاي؟ كل النيونيت كل النيونيت نورمالي عنده ليفت اكسس ديفيشن عشان هرمون الباسكولار سيستم عاليه. عندهم رايت انجولا؟ لا، يبقى عندهم رايت اكسس ديفيشن. لكن الوحيد اللي عنده ليفت اكسس ديفيشن هو اللي عنده اي سي بريمر. خلاص فهمناها كده. فده سكريننج يوسفول جدا لده. في حاجه قبل ما نقولها اون الترمينولوجي، الاي بي اس دي هو الترمينولوجي المتعارف عليه او اللي هو الترمينولوجي الصح للديسيز ده. الكنال الترمينولوجي مش صح، يعني كنال هتسمعوه. الاندوكراين كوشن ديفكت هو ترمينولوجي بيوصف امبريولوجي اكتر، لذلك ما نحبش نسمع مثلا دي حاله كنال، مع ان احنا بنقولها في الدال، لكن هو مش كومن كنال، هو ممكن يبقى تو اورفيسز موجودين فيها. فلذلك الترمينولوجي اللي نحب ان احنا نسمعه الترمينولوجي اللي هو كايند في الكونجنتال هارت ديزيز اتس اي بي اس تي، يعني زي ما حد قال كده دي بس. طيب علاقه الاي بي اس دي بالداون، زي ما احنا قلنا كده ان اتس موست فريكوينت تايب في الداونز ان هم يكونوا كومبليت كنال. 50% من الداونز عندهم اي بي اس دي. في حاجه زي ما احنا شايفين كده ان احنا حاطين سمايلي فيس جنب الداون، يعني الداون زي ما بنقول هو ليه علاقه وثيقه بالاي بي اس دي. بس عندنا شويه حاجات كويسه في الداون، يعني احنا والجراحين بنفرح لما نشوف اي بي اس دي داون. ليه؟ عشان هو ده موست سمبل فورم، هو ما عندوش اسوسيشن غير الفالو، لكن ما عندوش مثلا الاي بي تي اوبستراكشن موستلي يعني في كل الحالات. في السيرجيكال بقى في الاوت كام ريزلتس بتاعت اللونج تيرم بروجنوزز والشورت تيرم بروجنوزز الموربيديتي والمورتاليتي فالداونز اللي عندهم اي بي اس دي اقل بنسبه 20% من النون داون. يعني احنا بنتضايق لما نلاقي نون داون عنده اي بي اس دي، بنبدا نشوف بقى ان هو هيبقى موست كومبليكيتد اناتومي. لكن الداون صحيح العلاقه ما بينهم هم اكتر فريكوينس مع بعض، لكن هم اسهل ما عندهمش اسوشيتد ليجن، المورتاليتي والموربيديتي فيهم اقل. فاحنا بنتبسط لما نلاقي داون عنده اي بي اس دي. فاهمني اقصد ازاي؟ حاجه ثانيه اللي حاتم قال عليها هي ايه؟ مشكله الداون. مشكله الداون عموما مع اي شنط هنقول هنا حاجه مش هنكررها مره ثانيه، حاجه انتوا لازم تعرفوها. هو احنا مش بنديسكريمينيت اجنس الداون، يعني مش الداون بيجي لهم بالبولمونري هايبرتنشن من غير سبب، هم عندهم اسباب دي مهمه انكم تبقوا عارفينها. للداون بيكون بالبولمونري هايبرتنشن اسرع من النون داون للثلاث اسباب دول. هم عندهم كرونيك انفكشن. الكرونيك انفكشن ده جاي منين؟ ان هم عندهم دايما ابر اير واي اوبستراكشن. كلكم شفتوا داونز مش كده؟ حد ملاحظ حاجه في التانج بتاع الداون؟
ماكروفوساي ده دايما قافل الابر واي اوبستراكشن، فده بيعمل لهم كرونيك اوبستراكشن. هما عندهم اللاركس بتاعتهم بتبقى سمول، فبرضه الاير واي عندنا زي فانكشنال اوبستراكشن موجود فيه. ابنورمال كابيلاري بيد مورفولوجي، وبيبقى عندهم بالمونري هايبوبليسيا، البالمونري ارتريز بتاعتهم بتبقى صغيره. عشان كده الداونز من غير شنط وشنط اكتر بيبقوا ديفلوب بالمونري هايبرتنشن. لذلك نستخلص من الحكايه دي ايه؟ لو انا عندي اي بي اس دي وداون، هو انا ما بستناش عليه اكتر من 6 شهور، لان بعد كده هو هيدخل في ريسك ان هو يدخل في ريفرسبل بالمونري هايبرتنشن. يبقى انا عارف ان انا لو عندي داون ونون داون اي بي اس دي، لو انا لازم اختار حد واحد فانا هختار الداون، علشان الداون هيكون بالمونري هايبرتنشن اسرع من النون داون. فهمنا للاسباب دي، يعني الشنط موجوده في الاثنين، لكن الداون هم انهيرتن فيهم عندهم اسباب ثانيه تخلي البالمونري ارتري بريشر بتاعهم يعلى. حاجه مهمه، بين داون مش ضد انك تعمل عمليه. في ارى كده كان زمان ان احنا نقول ان احنا بنعملش، لكن بين داون بين جود داون كمان. هتسمع اللي هيحضر مننا الجي سي سي جراحين بيسالوا جود داون، جود داون يعني ايه؟ يعني هو بيعمل كل حاجه بس متاخر، في سوشيال سمايل، بيعرف يخطب راسه وكده. لكن بين داون ما بيخرجش العيان، محدش بيدسكريمينيت اجنست الداون. ممكن عشان الكباستي اللي بقى بيتكلم كده، لكن بين داون ما بيخرجهمش من ليست العمليه. طيب الاي سي جي احنا قبل كده كنا بنشرح باستفاضه، المره دي انا مش هشرح منه غير الطريقه اللي كان بيقولها، ان احنا عايزينكم تعرفوا الليفت اكسس ديفيشن فالهيافه، يعني اللي هو الليفت اكسس ديفيشن انت بتبص على واحد اي بي اف وتبص على الكيو ار اس مورفولوجي، لو مخاصمين بعض فده ليفت اكسس ديفيشن. اي حد عايز يعرف معلومات عن الاكسس اكتر من كده بيتكلم عليها مش وقتها دلوقتي، لكن هو ده مهم انك انت تبقى بتشوف الاي سي جي، انت بتبص على الجين واحد وعلى الجين اي بي اف. لو هما الاثنين مخصمين بعض مش بيسلموا على بعض فهم كده الناس مش كويسه، يعني فيبقى ليفت اكسس ديفيشن. مش ده ده فيري براكتيكال. زي ما قلنا قبل كده انت ممكن ما تبقاش تعرف تعمل ايه بنفسك، لكن هي دي ساين سهله انك انت تقدر تبيك اب في اي يونيت في اي بريفرال اريا انت موجود فيها. جرانك اللي عندهم حد عنده ده انت تقدر تبيك اب ان العيان ده لازم يعترف. هاويفر ان كل ده الايكو احنا مش عايزين تكون الوسط حاجه سليم بالايكو، بس هو انت مش لازم تبقى مفيد في الايكو، فاهمني اقصد ازاي؟ مش لازم تبقى انت بتعرف تعمل الايكو، بس اتليست انت بتبقى بصحيح. طيب قبل ما نبدا في الدايجنوستكس دلوقتي والهيموداينامك تشينجز الموجوده عندنا في الاي بي اس دي، ان احنا عندنا باترن من الشنط اسمه اوبليجاتوري شنط. يعني انا عندي شنط موجوده في الاي بي اس دي اللي هي الاي اس دي والبي اس دي والشنطنج دول اوبليجاتوري شنط، بالاضافه ان انا عندي اي بي بالب انكونتنس. مش احنا قلنا عندنا كانال والكانال ده عن سوبير بريدجنج ليفلت وانفير بريدجنج ليفلت ويلزقوا في بعض ولا لا؟ فهم ابنورمال بالبس. طيب هو انا لما يكون عندي شنط وكمان يكون عندي اي بي بالب انكونتنس اخبار اللنج ايه؟ تبقى عندنا تبقى كونجستد او بليثوريك، هنقول عليها كونجستد، فده نورمال ان احنا نشوف اللنج دي ونشوف شايفين الكارديك شادو كمان اخباره ايه؟ فكل دي حاجات تساعدك وانت قبل ما نبدا دلوقتي في الدايجنوستكس بتاعها، ان احنا عارفين ان ده اوبليجاتوري شنط، عارفين ان احنا من الكلينيكال هيستوري لو احنا بناخد من هو داون من الاي سي جي، لو احنا بس بنعرف نقرا الليفت اكسيتيفيشن في اي بيبي فده ابنورمال وده سببه البريمم اي اس دي، خلاص كده وي جذر ذا كلينيكال انفورميشن. طيب الايمو ايمجنج اللي موجود عندنا هي عباره عن ايه؟ اول حاجه تكونفيرم الدايجنوستكس، يعني دايما هتسمعوا معانا في الجي سي سي هو مش امتحان مش فزوره، هو حد بيقول لك اتس كومبليت اي بي اس دي، فانت هتبدا تتفرج على الصور عشان تقول اه والله هو ده اي بي اس دي ولا لا، فتكونفيرم الدايجنوستس وتقول التايب وتقول الديتيلز بتاعته. المهم كمان انك انت لما تعرف ان هو اي بي اس دي، ايه هي الاسوشيتد ليجن اللي موجوده فعلا؟ الاسوشيتد ليجن مش كومبليكيشن، يعني ايه اللي ممكن يجي مع القناه؟ زي ما حد قال مثلا ان يكون ممكن يكون كانال فالوب. ايه تاني؟ ايه تاني هتبقى الاسوسيشن بتحسب كومن بوست سيرجيكال، لكن ممكن في 1% من العيانين نشوفها بري سيرجيكال. البيتيو اوبستراكشن، البيتيو اوبستراكشن مش كومن نوتش بري اوبتيف، لكن ده كومن اسوسيشن لازم تفكر ان هو يكون موجود. والفالو كان الفالو اللي هو طيب، هنقول دلوقتي ايه الاسوسيت ليجن بالنسب بتاعتها. مع كل حد كمان هو انت لازم تنفي او تثبت ايه؟ اللي احنا خايفين منه ممكن يخليه كونترا انديكيتد ان هو يدخل سيرجري بالمونري هايبرتنشن. يبقى انا لازم في كل حاله كمان وانا بقول ليها لازم يبقى عندي طريقه
ما ان انا اقدر اقول بيها البلمونري ارت بريشر استيميتد بيها هو قد ايه. هنتكلم بعد كده البوست اوبرتيف ونشوف ان احنا بعد ما قلنا ان كل الكنافس هتتصلح هو احنا مطلوب مننا ككارديولوجيست خلصوا مع اشوف شغلهم الجراحين، هل احنا مطلوب مننا ككارديولوجيست ان احنا نشوف العيانين دول ولا احنا مفيش حاجه ندور عليها؟ فهمتوا احنا نعمل فيها ايه؟ اول نقطه اللي احنا موجودين عندنا هنا ادنتيفاي وكونفيرم الدياجنوسيس وتشوف الديتكشن بتاعنا. زي ما احنا قلنا ان الايكو هيكون هو الطريقه اللي موجوده، فاحنا هنشوف دول وانا حاطه تحتيها الدياجنوسيس. هو انا ليه اسماء دي قلت على الاولاني ده كومبليت ديكنال وفي اي اس دي مش كده؟ طيب انا ليه قلت على ده بارشل؟ ماشي. هو انتوا شايفين هنا لما البي اس دي هنا قفل كان في هنا بي اس دي وان هنا نزلت وقفلته تحت، واحنا شايفين ان في تو اورفيسز مش كده؟ يعني ده اورفيس هنا وده اورفيس وده كومن اورفيس الموجود عندنا. طب ومن احنا مش كده شخصنا كومن، مش احنا كده شخصنا الكنال؟ طب خلاص كفايه، يبقى احنا على كده يعني خلاص احنا كده ممكن نوقف مش كده؟ احنا اي حد زي ما قلت لكم الكنال سهله جدا، مفيش حد مش بيرفير الكنال صح، يعني مفيش حد من ايبيكال فور مش بيرفير الكنال صح، لكن هو ده مش كفايه. ده زي ما احنا قلنا ان كل الكنال هتتصلح او كل اي بي اس دي عشان يبقى الترمينولوجي مظبوطه كل اي بي اس هتتصلح سيرجيكال، هو ده مش كفايه ان احنا نعمله. هو انا دلوقتي مطلوب مني ايه في الايكو؟ مطلوب مني ان انا في الايكو يا بشتغله يا انا جراح بستقبله من كارديولوجيست اساله على خمس حاجات. هو انا عايز اعرف الانتر اتريال كوميونيكيشن اخبارها ايه؟ والانتر فنتريكولار كوميونيكيشن اخبارها ايه؟ احنا ماشيين بالترتيب. عايز اعرف الاي بي بامبس اخبارها ايه؟ وعايز اعرف البنتركل واعرف السنتر مال الاينمنت. هنمشي بالترتيب، يعني انت لو عملتها سكيما في دماغك هو الاي بي اس دي عباره عن ايه؟ اي اس دي وبي اس دي وكومن جنكشن. فانا عايز اعرف الانتر اتريال كوميونيكيشن اخبارها ايه؟ انتر فنتريكولار كوميونيكيشن اخبارها ايه؟ الاي بي بامبس اخبارها ايه؟ البنتركل والسكتايل مع بعضها اخبارها ايه؟ وهنقول ان ده كله زي ما حاتم قال هو ليه امبليكيشن على البروجنوزس، يعني خلينا في واحده واحده. طيب الانتر اتريال كوميونيكيشن هو ايه؟ النص ايه التايب بتاع الاي اس دي اللي احنا متعودين عليه في الاي بي اس دي في القناه؟ طيب برايم صح، برافو عليك. طب هو ممكن يكون عندي اسم سكان؟ اه ولا لا؟ طيب هو ممكن الانتر اتريال سيستم ده اسهل زي يكون انت؟ مين بيقول اه مين بيقول لا؟ الانتر اتريال سيستم يكون انت، ما يكونش عندي انتر اتريال كوميونيكيشن. طيب مش هو قالها حاتم في النص؟ طيب الناس كلها شايفه ده صح؟ مين نوره؟ طيب نوره ايه عندك ما لكيش دعوه بالانتر كومبوننت ولا بالاي بي برضه، انت بتتكلمي عن الانتر كومبوننت، ايه التايب بتاع الانتر كومبوننت الموجود عندك هنا؟ انا عندي برايم ديفكت. برايم ديفكت صح؟ حد يبص معايا هنا كده، هو ممكن يكون عندي هنا ديفكت، محتاج ان انا ممكن يكون عندي سكندري ديفكت اسوشيتد مع البريمم، لكن هو التايب بتاع الاي اس دي بتاع الاي بي اس دي هو بريمم ديفكت. كود بي اسوشيتد وسكندم اه مفيش ما يمنع، علشان هو بيتكلم بعد كده في الامبريولوجي حتى هيقول عليها محاضره، مفيش ما يمنع يكون عندك بريمم يكون عندك اسوشيتد سكندم. طيب احنا سالنا سؤال من شويه قلنا هو لازم يبقى كده، حد يقول لي هو شايف ايه هنا؟ حد يقول لي هو شايف ايه هنا؟ ده ايبيكال فور، حد شايف سيبتوم من اساسه؟ هو ممكن يكون سيبتوم ابسنت توتالي؟ هو ممكن يكون عندي حاجه اسمها كومن اتريوم، صح؟ فاكرين في السجمنت الاناليسيس اللي ما قلنا؟ مع الاي بي اس دي ممكن يكون عندي كومن اتريوم، بس بي كيرفول لما تلاقي كومن اتريوم حلو اي بي اس دي، بص كويس على ثبوت بينيكيبا بتاعتها، جايز تكون نورمال جايز تكون اب نورمال، بس اول ما تلاقي كومن اتريوم حلو اي بي اس دي بص كويس هو ايزومريزم ولا لا؟ فاهمين ياخدوا ازاي؟ فوجود ان احنا نلاقي كومن اتريوم ممكن نلاقي كده يبقى كومن اتريوم في حالات الاي بي اس دي، بس ده بيخلينا نبص كيرفولي هو موجود معانا ايزومريزم ولا لا زي ما شرحنا في سيجمنت الاناليسيس. انا هتكلم على الصوره دي هو بس السبكوستر حتى بقى مارك بالليفر موجود هنا، والجروب البروب هو بيبص عليه من السبكوستر اللي فوق. بصوا معايا كده، ده واحد من الرير فورم للاي بي اس دي، هو انتوا شايفين هنا انا عندكم مش بعيده مش كده؟ شايفين هنا؟ حد شايف تحت البالبس نفسها في ايه؟
شايفين ده عباره عن اي في بارت وده عباره عن اي في بارت. نركز كويس ايه اللي موجود هنا مع اللوب. هتلاقوا ان في بي اس دي ال بي اس دي، وهتلاقوا ان عندي انتكت انتر اترسبتوم. ده واحد من the most rarest form ان الانتر اترسبتوم يكون انتكت ويكون عندي بي اس دي. اولموست يعني دي حالات بتبقى ريبورتد. اه ممكن انتر اترسبتوم يبقى انتكت في حاله مش هتشوفه كتير، بس لو حد سالك سؤال اه ممكن، بس ده فيري رير فورم. فهمتوها؟ طيب لما نيجي نتكلم عن الانتر اتر كوميونيكيشن، يبقى التايب بتاع الانتر اتر كوميونيكيشن بتاع الاي بي اس دي هو بريمم بلس ستاندرد بي اسوشيتد معاها absence of intra-atrial communication او شنط موجود، بس very rare very rare almost يعني بيبقى very rare اللي هو يتشاف. الكومن اتريوم في حالات الـ ABSD بيبقى موجود، واول ما تبص على الكومن اتريوم تسأل بتشتغل ايكو، هو انت عندك سنجل اس بي سي ولا عندك اثنين، اخبار الانفيروجينيكي بقى ايه، تبدأ تأكسكلود ان العيان ده يكون اجبرس. هو اتش اس كوما ممكن يبقى موجود ان الاي بي اس دي اللي معاهم كوما اتريوم يبقى معاهم ايزومرزم. احنا اتكلمنا على ايزومرزم في السيجمنتال اناليسيس. طيب هنتنقل النمره 2 اللي موجود عندنا الانتر فنتريكولار كوميونيكيشن. حاتم قال نوع الايه؟ نوع البي اس دي اللي موجود في حالات في الكنال ايه؟ التايب بتاعه ايه؟ انس. لا بريمم. مين قال بريمم؟ انس. التايب بتاع البي اس دي انس. طيب هو السؤال ده هو ممكن يبقى associated بأدر بي اس ديز؟ ما فيش حاجة منها على فكرة، مش حاجة منها. هو ايه اللي بي اس دي؟ البي اس دي ده عبارة عن حاجة جات من مليون حتة، فهو عنده ايه اللي بي اس دي؟ ممكن يبقى associated بأدر بي اس ديز؟ ايوه ممكن يبقى associated بأدر بي اس ديز. طيب هو هو الانتر بتريكولار سيبتم بينتكت بقى في حالة كمان؟ ايوه زي ايه؟ جاوب بسرعة كده. ايوه زي البارشل. يبقى احنا قلنا ان احنا وده اديشنال بي اس دي للالبري ميمبرانس، ما يزعلش انا قلت له ده هو بس مش كده ايه، ما ينفعش البري ميمبرانس عشان ما عندوش ميمبرانس سنت سيمبل بقى كده. اه الناس بقيت يعني ينفع يبقى ماس بلس ويفع يبقى كونال سيستم ده عنده حق. طيب احنا قلنا دلوقتي ان هو ال بي سي كويس. طيب وقلنا الـ LBC عندنا لو ما عندناش انتر بتريكولار كومبوننت لو هو مقفول فده البارشل، لو الانتر بتريكولار كومبوننت موجود ده كومبليت. طيب ده الحاجتين اللي احنا قلنا ده انتر بتريكولار كومبوننت على الصوره دي فده الكومبليت، وهنا الانتر بتريكولار كومبوننت مش موجود فده البارشل. طيب قادرين تشوفوا هنا ده عبارة عن ايه؟ ده ابيكال فور اللي موجود عندنا. احنا بنبص على الانترا فنتريكولار كومبوننت دلوقتي، خلاص خلصنا الانترا اتريوم. احنا شايفين هنا ان في كان في ديفكت واتقفل، في فلو بيعدي منه؟ طيب يبقى ده عبارة عن ايه؟ باشر عشان ما فيهوش انترا فنتريكولار كومبوننت. طيب ده لو احنا كنا فاكرين لسه في محاضرة البي اس دي وزي اللي حاتم وراها لنا وهيشرحها اكتر في الفالو، هو احنا عندنا ايه الكومبوننت مش كده؟ طيب هو احنا هنا لما بقى عندنا البولمونري ده البولمونري وده الكونر سيبتم وديبيتد انتيريوري وعملنا ابيوتي ابستراكشن. من زمان ما كناش بنقدر نفهم هو زي يبقى كانال وفالو، يعني اشجاب لجاب، يعني الكانال ده والفالو ده في شابتر تاني، فهو زي دخلوا شابتر تالت في شابتر سبعه يعني. فهي ببساطه ان احنا عندنا ال بي دي وعندنا الكريتيريا بتاعت الكومن ابي جنكشن، بس كمان عندنا الكونة ستة حصل الانتيريور كيفاليك ديليشن هنشوفه بعد كده في الفرق. عشان كده ده واحد من انواع البي اس دي لما احنا بنشوفها بنقول عليها ده كانال فالو. فاهمين اقصد ازاي؟ مش مشكله اللي مش قادر يفهمها دلوقتي هيفهمها في الفالو لما نيجي نتكلم عليها، بس خلوها في دماغكم ان ده انذر بي اس دي موجود. احنا كده خلصنا في الايكو ماشيين سيستماتيك. هو لازم يبقى فيه ديسكريبشن للانترا اتريال كوميونيكيشن انترا فنتريكولار كوميونيكيشن. هنبدا عن الاي بي بار كاتبينها بالاحمر والاخضر والبرتقالي، ما اسموش مايكرو ما اسموش تراكازمت عشان وحشه وحشه جدا لما حد يقول ده مايكرو ده هو مش مايكرو هو مش تراكازمت. فاكرين البتاعه الكبيره دي لما بتتقفل هي اتقسمت لتو اورفيسز، تو اورفيسز دي اسمها ليفت اي بي فالف ورايت اي بي فالف. لو قلت مايكرو وتراكازمت هنفهم انت بتقول ايه، بس هنفهم انك انت عمرك ما قريت امبريوش. فاهمين اصلا ازاي؟ فعشان كده بنقول هو ليفت ورايت اي بي فالف ما اسموش مايكرو ما اسموش تراكازمت، حطيناها في ستايل لوحدها اهو. طيب اورفيس بس اورفيس بلاستيك على الليفت
ينفع ده الحكم قالها بس هنقول هدي نقطة كويسة قوي. طيب هو انا مطلوب مني ايه؟ انا عارف ان هو كومن اي بي، انا عارف ان هو جنكشن واحد بس، هو ممكن يبقى اورفيس واحده، ممكن يبقى تو اورفيس صح؟ فالاورفيس الواحده في الكومبليت تو اورفيسز، لو هما الاثنين لزقوا على السته فيبقى عندي تو اورفيسز. طيب هو في ليكينج ولا لا؟ في ريجورج ولا لا؟ والسيبرتي بتاعته، وانا ليه بسال على السؤال ده؟ برنوز برافو. يبقى انا كل ما يدخل الجراحه على برد ليكن وسيبرسي اكتر، كل ما توقع ان البروجنوز مش هيبقى كويس، لكن لما يطلع على برد كويس وكده ربنا يكرمهم ان شاء الله يبقى البروجنوز كويس يعني. طيب ليكن والسيبرسي بتاعته دي حاجه من الحاجات اللي احنا مفترض ان احنا نعلق عليها. نيجي بقى لليفت اي في فالف كده ونركز. الليفت اي في فالف اللي هو يقوم بمقام الميتران، هو ده اللي يهمنا، يهمنا ان احنا نعرف النيورال ليفت ونبص عليها ونتعرف ونبص عليها في انه فيوهات ونشوف البابري المصل عندي واحده ولا اثنين. الاكسسوري اورفيس للليفت اي في بالف بتعدي على كل الناس، بس المهم ان احنا نقولها، المهم ان انت لما تلاقي شكله الفتحه بتاعه الليفت اي في بالف ملخبطه او فيها تشو هنوريها لكم دلوقتي، لكن هو ده ليفل ادفانسد انا ما عرفتش اشخصها لغايه دلوقتي. انا دلوقتي الجراح بيطلع يقول لي جوه في اكسسوري ليفت اي في بالف، انا ما بعرفش اشوفها. لذلك احنا المهم ان احنا ريبورت ان في 5% كل ما الفلو ريت هنا موجوده عندنا عالي تقدروا تشوفوها، لكن هي حاجه من الحاجات الصعبه بس كيبت المايند ايه اللي هي دبل اورفيس. احنا اكسسوري اورفيس اللي موجوده فيها او ممكن نقول عليها دبل اورفيس زي ما حاجه بيها. يبقى هنقف عند الاي بالف ونقول عليها، هي كومن اورفيس ولا تو اورفيسز موجوده عندنا، هي ليكينج ولا لا، ولو ليكينج السيفيرتي بتاعتها قد ايه، ونقف عند الليفت اي في بالف ونوصفه ونوصفه بتأني علشان هو ده الريجوف. طيب البيو ده بيو بيجوا في الاطفال وزي بالظبط عندنا شورت اكسس للكبار، لو حد هيشتغل بره استنى شورت اكسس عشان كده بقول لكم فيوهات الكنال ما هيش مشكله. شفتوا فاكرين السبيسمن اللي حاتم كان وراها لنا، ده الليفت وده رايت فنتريكل، وشايفين هنا شايفين انت كده عندك اورفيس واحده، عندك كومن اي بي جنكشن، بس عندنا اورفيس واحده ولا اثنين؟ اورفيس واحده. شايفين ده سوبيريور بريدجنج ليفلت وده الانفيرو بريدجنج ليفلت، هل انت شايفينهم الاثنين لازقين في بعض؟ مش لازقين في بعض، يبقى احنا عندنا اورفيس واحده الاي جنكشن اللي موجوده دي. طيب كده اخبارنا ايه؟ شايفين هنا هو وانس ان هم لزقوا في قلب السبتم فهو اتقسم لتو اورفيس موجود فيها او لما بيتقسموا لتو اورفيسز. خلينا نقول هنا برضه الحاجات اللي كان وراها لنا حاتم ان لما دول بيشبكوا في بعض ويلزقوا في قلب السبتم كويس، هيبقى عندي اوبننج هنا واوبننج هنا. هو انتوا واخدين بالكم ان احنا لما يقفلوا مع بعض كده حتى انها الاوبننج دي كليفتد يعني ايه؟ يعني عندي سبيس بين السوبيريور بريدجنج ليفلت والانفيرور بريدجنج ليفلت، والسبيس ده رايح ناحيه السبتم، فاهمينها؟ يعني لما بيلزقوا الاثنين في بعض زي الصوره دي مثلا، ايه اللي حصل؟ ده الليفت اي بي بار كويس، وده السوبيريور بريدجنج ليفلت كانت معديه هنا، وده الانفيرور بريدجنج ليفلت، الاثنين لزقوا في بعض، هو انتهى ان بقى عندي سبيس بين دي ودي مش هيتقفل، فده اللي نسميه كليفت. واحنا بنقول عليه كليفت، ودي اللغه الدارجه بنقول عليها كليفت في المايكرو اورجون، احنا فاهمين ده مش كليفت لان هو السبيس بين ذا تو ليفلتس الموجودين التو كاسبس الموجوده دي، بس احنا هنقول عليه. طب احنا نشوفه ازاي؟ حد عارف البيو ده؟ انت انسيزيا صح؟ عشان كده مش ترانس جاستريك صح؟ بس هو عندنا احنا بنشتغل ترانس ثوراسيك، يعني ده ترانس ثوراسيك فاحنا بنقول عليه شورت اكسس، يعني عشان كده هو ترانس جاستريك. الواحد بيتأكد من الناس كده. طيب وانتم شايفين هنا التو بابلري ماسل اللي موجودين هنا، وشايفين المايكرو، وشايفين حد شاف الكليفت اللي موجود فيها؟ طيب وقفوا. شايفين ده؟ هو حتى لما بيبقى المايكرو هو ده كان عباره عن ايه؟ نرجع كده، هو كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن كومن اورفيس كده، وبعدين حصل ان هما الاثنين لزقوا في بعض ولزقوا قلب كريست بتاع السبتم، بس دي سوبيريور بريدجنج ليفلت ودي انفيرور بريدجنج ليفلت، الحته اللي ما بينهم حتى انها فاضيه، فهي هتبقى بالنسبه لنا كانها
خرم موجود عندنا، فاحنا نسميه ده الكليفت اللي موجود. ولازم الخرم اللي احنا نشوفه في قلب الميترال ده يبقى موازي للسيبتوم، صح؟ مفيش اوبشن ان هو ما يكونش موازي للسيبتوم، لان ده كان سوبر بريدجنج ليفلت وده الانفيرو بريدجنج ليفلت واتقفلوا كده. فدايما الديفكت اللي موجود ده دايما هيبقى مواجه السيبتوم اللي موجود عندنا. واضحه كده؟ شايفين كده؟ ده الميترال اهو، ده الميترال او الليفت اي بي بالب يعني، وده الحته الديفكت اللي موجود فيها. شايفينها؟ الحته دي هي دي اللي بتسبب الليكج او الانكونتنس اللي موجوده في البالب زي ما موجوده في الصوره الكارير اللي جنبها. هنخليه كموفي بلاي. اهو هنا كده، وهيبدا يجي عندنا هنا الميكرال ونلاقي في فورم موجود فيها اللي يحصل منه الليكج ده. فهمتوها؟ فاحنا لازم نعلق على الليفت اي بي بالب واحنا عندنا في ليفت ولا لا، واخباره ايه. طيب تاني نقطه، بعد ما قلنا عندنا احنا عندنا اورفيس واحده ولا اتنين، يهمنا ان احنا نقول الليكج اللي موجود فيها اللي هو الانكونتنس او الريجاشن. نرجع تاني مره نقول ان احنا لما السيكتور كده بيكون ضيق من فوق واسع من تحت، فالبروب موجود هنا. اي فلو رايح ناحيه البروب لونه احمر، اي فلو بعيد عن البروب لونه ازرق. احنا كده شايفين هنا نوع احمد، نوع ال باقي بارشل ولا كومبليت بارشل، عشان هو مصلي مش شايفين بي اس دي اللي موجود فيها. يعني ايه رايك في الانكونتنس بتاعهم؟ ليكينج صح، وده سيجنيفيكانت يعني ده زي ما احمد بيقول ده سيبي واحد منهم ولا الاثنين. هو عندي تو اورفيسز مش كده؟ عشان هو بالبرش كانت عندي اورفيس هنا ليفت اورفيس رايت. انا عندي هنا الاخبارهم ايه؟ سيجنيفيكانت مش كده؟ طيب نبص على حاجه كمان. هلا اخبارنا ايه؟ مين عايز يقول عندها؟ اخبارنا ايه هنا؟ في سبرجرش الليفت والرايت الاثنين زي بعض؟ لا الاقرع الناحيتي ده الليفت، الناحيتي ده الليفت هنا، والناحيه الثانيه ممكن تكون اقل. اذا قلنا ان ده كبير ممكن ده يكون مضغوط، فاهمين الليكينج في البالب مش لازم الاثنين يكونوا زي بعض. طيب احنا كده خلصنا في الاول، احنا عندنا اورفيس واحده ولا اثنين، وقلنا الليكينج وقلنا سبرتي بتاعته وقلنا ده ليكينج نوتس مهم. نيجي بقى للفيو بتاع البابريه مصر والميورال ليفلت. مين يطلع يوريني هي الميورال ليفلت المفروض تكون موجوده فين؟ طب اطلعي الميورال ليفلت مين؟ معرفش مين؟ ده شورت اكسس بتوع الانسيسي، ده مش ترانس جاكتيك، ده شورت اكسس عادي. وبيش لك الاكسس؟ ده كده راس سويد، ده السويد ده لاست فانتكم، المفروض ان ده السويد تبقى موجوده هنا. طيب خليكوا واقفه. ليه في الناحيه الثانيه؟ ماشي. ده الاي بي جنكشن مش كده؟ ده السوبر بريدجنج وده الانفيرو بريدجنج، ده اللاترال وول. تبقى هي موجوده فين؟ مش دي اللي انت شرطتي عليها؟ دي الانفيرو يعني قصدي دي بالظبط، برافو عليكي، اللي هي الجزئيه اللي موجوده هنا. ده واحد من الاكزامبل اللي هي انا جايباها انتنتيفلي عشان اقول احنا مش لازم نقدر نشوفها، يعني انا مش شايفاها. لما تيجي تسالني هنا هو انا عارفه ان الدياجنوز بتاع ده كومن، ده اي بي اس دي وده كومن اي بي رينج وده سنجل الاورفيس اللي موجود فيها، بس اللي مسالني عليها انا مش شايفه، ما اعرفش يعني النيورال ليفلت بتروح وتيجي. يبقى احنا هنا نعمل ايه بعديها؟ نغير الفيو ده ونشوف حاجه زي كده. احنا كده ورينا ايه؟ ورينا التو ويل سبيس ببري مصر الاثنين بعاد عن بعض. فانا كده زي ما حد ما قال ان البابريه مثلا موجوده على الكوميشن، يبقى الميورا ريفلت ممكن تكون كويسه بين ده. طيب ونحن لو شفت الابيه هنا ايه رايك يا حاتم؟ دي اوضح، شايفين هنا ده بيشنت اكبر في السن، احنا قادرين نشوف ان الميورا ريفلت جايه من هنا لهنا وشايفينها بعيده عن الوول، فنقدر نطمن هنا ده سوبر بريدجنج ليفلت وده الانفير بريدجنج ليفلت، ومن هنا دي الميورا ريفلت. ساعات لما الاقي في شورت اكسس بلاقي وان برومننت بابري مصر وما الاقيش الثانيه مهما ندور، فممكن الثانيه تبقى صغيره او هي فعلا مش موجوده. ده انديكيتور ان الميورال ليفلت دي كويسه؟ لا، لان احنا البابري مصر موجوده عند الكوميشن، فيا اما هي صغيره لدرجه انك مش شايفها، يا اما هما الاثنين فيوزد قريبين من بعض.
يبقى دي واحده من الانديكيتور بتوع ان النيورال ليف مش كويس. دي من الحاجات اللي احنا بندور عليها اكتفلي. ولو انت جراح وحد بيقول لك ده بتقول له وريني النيورال ليف او وريني البابريا ماس فانت توصل عليها. يبقى دي رقم كام في الـ في البي بال؟ رقم 3 الاورفيس سنج واحده ولا اثنين الليكنج وسيفيرتي بتاعته والبابريا ماس اللي موجوده عنده. انا ما عرفتش اشوف الدبل اورفيس بس هو احنا لما بنشوفه هو مفترض ان هو بيتشاف اكتر في البرشه اللي حاتم اللي هو في البرشه لان غالبا بيكون عندنا هنا ده بتاعتين لما لزقوا مع بعض. مفروض ان احنا عندنا السوبر بريتشنج ليفت ثيوريتيكال ان يبقى موجود عندك خرم غير الخرم اللي انت شايفه الجاي بيها. احنا غالبا بيبقى عندنا لو بريشر وانس ان احنا نلاقي اي تاكس او اي تونج موجوده في قلبيه احنا بنقول له طب بص كويس علشان تعرف دي اكسس. انا بيرسونلي ما شفتش ما عنديش ايكو لحد دلوقتي غير باين ده مش باين ده. طب في الاخر بس في معلوماتكم عشان لما نيجي نشرح بعد كده ان احنا لو عندنا دبل اورفيس بنطلع عارفين ايه الناس بتتابع وقال كده. طيب احنا قلنا كده عندنا ايه انترا اتريك كوميونيكيشن طول التايم عندك اسوشيتد ايه اي سي سكندر ممكن ما يبقاش عندك سيبتوم خالص وعندك كومن اتريا بي شور ان ده مش ايزومريز فيري رير ان الانترا اتريك سيبتوم يكون عندك. لما تيجي على انترا فنتريكولار كومبوننت لا فيري كومن ان الانترا فنتريكولار كومبوننت ما يكونش موجود وده البارشال جروب منها هو ال بي اس دي ممكن يبقى اسوشيتد بادر بي اس دي. ايه تاني موجود عندنا في البي اس دي؟ قلنا تالت حاجه دول حاجات بتوع البي اس دي الاي بي فالفز الموجود عليها ما تقولش عليها مايترا ودراكاسبت هو رايت ولفت. تقول لنا ده في اورفيس واحده ولا اثنين هي ليكنج اورفيس هو السيفيريتي بتاعتها عباره عن ايه. تبص على البابريا ماسل وتوصف النيورال ليفل بتاعه الرايت اي بي فالف بتاعه الليفت اي بي فالف مش بتاعه الرايت. طيب تنزل شويه تتكلم على الفنتريكل زي ما حاتم قال عندنا بالانس 7% وده عدد مش قليل من الـ من الـ من الاي بي اس دي بيكونوا امبالانس تحديدا مش عارف اجابه السؤال ده. يعني احنا بنقول الكونديشن هاو سمول از تو سمول هو اجابه السؤال ما حدش عارف ويمكن هي مش معروفه لغايه دلوقتي في الديفينيشن ومفيش يونيفرسال ديفينيشن يعني ايه امبالانس كومينيكيشن. يعني لغايه دلوقتي الناس مش عارفه هو ده عباره عن ايه. لكن لو احنا قلنا اللي هو الفنتريكل يكون هو سمول قد ايه زي ما حاتم قال كده يا اما يكون في ناس بتقول ان الثيوري بتاعته ان الفنتريكل ده ما اتكونش يعني الفنتريكل ده حصل في الفنتريكل هايبوبليزيا دي ثيوري. لكن الثيوري اكثر شيوعا اللي موجوده عندنا ان حصل مال الاينمنت في الاي بي جانكشن. يعني في اثناء التكوين الاي بي جانكشن ما كانتش في النص فوق السبتم مالت لناحيه يعني الاي بي جانكشن اترحلت فوق فنتريكل اكثر من الثاني. طب هو ده ازاي يعمل لي امبالانس اللي هو ديورينج فيتال لايف لما البلاد يعدي اكتر البنتكل يتخلق بينما البنتكل الثاني ما يتخلقش. فاهمينها اقصد ازاي؟ لذلك في تو ثيريز موجودين في الامبالانس يا اما البنتكل ده هو ما تكونش لاي سبب من ما. لكن الاكثر شيوعا هي فكره ان الاي بي جانكشن ملبوز اوفر ذا سيبتوم فهي ودت فلو اكتر من الثاني للفلو البنتكل ده. ده موضوع كبير موضوع الامبالانس كده. لكن انا ليه بقوله هنا لان ده الحاجه الوحيده اللي هتلاقينا هنا في السنتر وفي غلطه نضرب كروس ايمجنج موداليتي. ولغايه دلوقتي الكنال بيتشخص بالايكو كويس جدا كل الناس بتشخص كنال كل الناس مفيش حد ان شاء الله هيغلط في دايجنوس كنال سواء بارشل او كومبليت. لكن مش كل الناس بتعرف تجيب الديتيلز اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ومش يعني الناس اللي بتشتغل ايمجر معانا احنا مش من الكومن ريفيرال لينا ان حد يجي يقول لنا طب صور لي كنال سي تي او صور لي كنال ام ار اي. هو ده سؤال مش موجود. وانا لما يجي لي سؤال زي ده هستغرب وانت عايز مني ايه ما هو حتى في الادلت بيتشاف كده. فالكروس ايمجنج موداليتي ملهاش دور في الكنال بخلاف الحاجات التانية اللي احنا هنتكلم عليها زي الفالو والارش وكده. لكن كروس ايمجنج موداليتي هو ده الدور الوحيد بتاعها بس في الامبالانسد كنال. الكروس ايمجنج موداليتي اللي احنا بنعتمد عليها في الامبالانسد كنال هي الام ار اي. في نقطه كويسه قوي هي انا عايزك تعرف الارقام دي هو انك انت لما تبقى عندك فيرتيكال هو انت مش قادر تعرف هو ده كبير هو ده صغير هو انا مش شايفه كويس قوي فبتبعته للام ار اي علشان يعملوا لك ايه عشان يقيسوا لك الفوليوم. كان في جمله كده قعدت كتير عقبال ما فهمتها يقول لك ان كل ال بي في الكنال هو عنده تندنسي ان هو يكون صغير في الفوليوم لما كنا بندرس ام ار اي انا اقول ايش معنى يعني يعني ما ممكن يبقى كبير. فاكرين لما حاتم قال ان الانترا فنتريكولار سيبتم بيبقى سكوب
وان البيز بتاع الهارت بينزل لتحت هو كل ده بيخدم الفوليوم بتاع ال بي. يعني عمرك ما تعمل لكنال فوليوم بتاع ال بي وتلاقيه نورمال، هو دايما صغير. فاهميني اقصد ازاي؟ للناس اللي بترسم معانا فوليومز فيها، ففي تندنسي للال بي بتاع اي كنال ان هو يكون صغير. بس صغير قد ايه؟ دي ليتريتشر منشوره سنه 2012، هي حطت ديفينيشن يعني ايه صغير سواء ليفت او رايت ال بي بولي. هو قال لك ان اي فنتريكل اقل من 15 ملي لتر اندكس للمتر سكوير، ده للباي سيرفيس اريا، هو ده سيفير هايبوبليزيا، وده اولموست الفنتريكل ده مش موجود، ما تحاولش معاه سواء ليفت او رايت الاثنين. يعني لو انت سؤالك هو ده هايبوبلاستيك ليفت والامبالانس ليفت او امبالانس درايف، لو الفوليومز الموجوده عندك اقل من 15 ملي لتر بالمتر سكوير ده فنتريكل مفقود فيه الامل، ما تحاولش معاه. طيب هو الفنتريكل اللي احنا نقول عليه ان هو سمولش واحنا لو انفستد فيه هيكبر هو الاكثر من 30 ملي لتر بالمتر سكوير. طيب الجريش اريا هي اللي بين 15 و30، هو دي اللي دايما هتلاقي عليها يقول لك عليه ده بوردر لاين، الناس مش عارفه تعمل فيه ايه والناس هتمشي فيها. زي ما حاتم قال الامبالانس كانال بيمشي بسكه السنجل فنتريكل بمشاكلها، لكن ممكن الناس تقول والله انا هانفست فيه خلاص. عرفنا انا يهمني من ده انك انت مش هتطلب كروس ايمجنج موداليتي في حاله كنال الا هي الام ار اي، وهي سؤالك هو الفوليومز بتاعه البنتريك اللي انا شاكك ان هو صغير قد ايه. انت متوقع مني اجابه ايه؟ انت متوقع مني اجابه من دول، يا اما اقل من 15 ملل بالمتر سكوير فده بنتريك هو فعلا صغير مش هانفست فيه اي حاجه، يا اما اكتر من 30 ملل بالمتر سكوير، يا اما في الجريش اليتي. فهمتوها؟ فمع ذلك مفيش دور للسي تي ولا الام ار اي في الكنال ان هو يبين لك حاجه، كل الدياجنوز بتاعك بيكون عليه. حد عنده سؤال في الحته دي؟ شايفين ده؟ هنا يمكن دي تكون صعبه على الناس، لكن هو ده الجروب بتاع الايكو موجود هنا. ده عباره عن كومن اتريوم او ان انا عندي سمول يعني حاجه صغيره هنا، وشايفين انا عندي تو فنتريكلز اللي موجودين عندنا. ده عباره عن ايه؟ امبالانس ليفت ولا رايت؟ رايت هو صغير تقصد يعني هو رايت شطر. طب وهنا برضه نفس الكلام، انا عندي هنا عندي بريمم هنا موجود، وعندي سنجل اورفيس موجوده فيها، وعندي فنتريكل كبير، وعندي حاجه صغيره شايفينها هنا اللي بالبال. شايفين دي الصغننه دي؟ شايفين اللي موجود فين ده؟ طيب حاجه من ضمن الحاجات اللي انت مش هتاخد بالك منها غير لما احنا نقول لك عليها، نادي مين عارفها؟ مين هنا اباك غير حاتم؟ يعني ما حدش مبتلى طول عارفها؟ ها عندي هاي البنات دوري هو احنا مش من شويه قلنا ان بسبب الامبالانس كمان قلنا المال بوز من الاي بي جنكشن ان هي ما تبقاش متوسطانه فوق السته بالظبط. طيب ما هو ده سببه لما 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 الاي بي جنكشن دي تترحل، هو انت مش هتلاقي الانتر اترا سيبتم والانتر فنتريكولار سيبتم الاثنين على سوا واحد، هتلاقي الاي بي جنكشن دي ترحلت كده او ترحلت كده. فالانتر اترا سيبتم والانتر فنتريكولار سيبتم مش هتقدر ترسم ما بينهم ايميشنري لاين موجود فيها. طيب يعني ده عباره عن ايه؟ بيبص على الرايت فنتريكل فيسموها ايه؟ دبل اوتلت ار ايه.
دبل اوتلت ار ايه؟ يعني ان الرايت اتريوم اللي موجود عندك ده بيبص على الليفت فنتريكل وعلى الرايت فنتريكل. سببه ايه؟ سببه ان في تقريبا في معظم الامبالانس الكلام هتلاقي المنظر ده، هتلاقي الانترا فنتريكل سيبتم بلين غير الانترا اتريوم سيبتم بلين، الاثنين بتاعتهم سببهم ايه؟ عشان كده احنا كل الكتب بترجح النظريه اللي حاتم بيقولها اللي هو المال بوث بتاع اي دي جانكشن، ان هي ترحلت كلها في فنتريكل واحد، فالبلاد راح كله للفنتريكل ده فكبر على حساب الفنتريكل الثاني. والناس دلوقتي بقت ضد نظريه ان الفنتريكل اللي موجود ده اندومنتري او صغير او ما تكونش حد ذاته. يعني هو احنا الكلام ده بنقوله ايه؟ ان الجراحين يعني فتحوا لو دبل اوتلت ار اي يعني ما مش مشكلتنا خالص. احنا برافو انت بتعرف كويس مش عارفه بس شكلك هكمل معايا. هو احنا الكلام ده ليه بنقوله؟ علشان السيفير فورم من دبل اوتلت ار اي هو دول اللي عندهم شايفين ده. لما يبقى مش حاتم كان قال ان احنا ما عندناش النورمال بليس بتاع الاي بي نود، كان اسمه ايه الاي بي نود موجوده فين في الترانجل؟ اسمه ايه؟ في الترانجل. فاحنا ما عندناش، هي الاي بي نود هتدور على اقرب مسافه ما بين الانترا اتريال تيشو والانترا فنتريكولار تيشو عشان تمشي موجوده ما بينهم. الاكستريم فورم من دبل اوتلت ار اي او المال الاين سبتاي هم دول اكتر ناس عندهم اكستريم ليفت اكسس ديفيشن، وهو ده الناس المفروض ان احنا نقول للجراحين وهم داخلين علشان ما يعوروش الاتريا، عشان هو كل ما المسافه ما بين الانترا اتريال سبتاي والانترا فنتريكولار سبتاي تزيد كل ما الاي في نود هتضطر والهيس باندل تاخد باف واي اطول، وده يبقى عرضه اكتر في السيرجري ان هو يتعور. فاهمين اقصد ازاي؟ يبقى ده مهم عندي في الكوندكشن سيستم. لذلك ده حاجه من الحاجات اللي احنا مش بنقولها الفانتازيه، انا برده ما اتعلمتهاش غير لما حد قال لي عليها. يعني شوف بي ريبورت في الايكو ريبورتس عشان الديفيكالتي بتاعت العمليه، ان ده كل ما يبقى عندي مال الاينمنت في السبتار فرصه ان احنا نعور الكوندكشن سيستم اكتر من لو كان الاثنين مع بعض. طيب احنا كده خلصنا الدوشه اللي احنا عملناها من شويه كده، ان احنا عملنا ايدنتيفاي كونفيرم الدياجنوز، الباقي كله سهل. الاسوشيتد ليجنز اللي موجوده عندنا في حاجات ميجو اسوشيتد ليجن ومايجو اسوشيتد ليجن. الميجو اللي انت لازم تدور عليها البي دي اي دي موجوده في 10% من الحالات، التيتروجي فالو 10% في الحالات سبيشالي داون، يعني داون معاهم تيتروجي فالو كتير. الدبل اوتلت ار بي هنشرحه في المحاضره، ده 3% موجود عندها. تي جي اي فيري رير ان هو يكون موجود. حاجه اسمها ابروفد كرونري سايتس انتوا خدتوها في الاي اس دي، ده بندور عليها في كل الحالات اللي عندها كومن اتريوم. كل الحالات اللي عندها كومن اتريوم بص كويس شوف عندك ليفت اس بي سي فاتح فيها ولا لا. المايكرو اسوسيشن موجود عندنا، يكون عندنا اي اس دي سكندر، يكون عندنا ابروفد كرونري سايتس من غير ليفت اس بي سي. طيب ثالث حاجه احنا قلناها، احنا لازم نتاكد او ننفي وجود البلمونري هايبرتنشن عشان ده كونتر انديكيشن ان احنا نعمل العمليه لو العيان ده ايزمنجر اللي موجود عندنا. هو ديفيكالت باي ايكو. ليه هو ديفيكالت باي ايكو؟ يعني عندنا في عيان زي ده عيان بارشال انكنال عنده انكومتس موجود سيفير في الليفت اي في بالف وفي الرايت اي في بالف مودريت. حد فاكر من المحاضرات اللي فاتت احنا كنا بنقول ازاي نعمل استيميشن نون انفيزبل للبلمونري ارت بريشر؟ كنا بنعمل تركيز بريجرز ندخل بالمين الايكويشن اللي احنا قلنا عليها وبيصير بلس. هو هنا مهم اكشولي تركيز بريجرز هنا هو ما بيعكسلكش بريجر بتاع بالمين ارت بريجر، ما بيعكسلك انترستك ديزيز موجود في قلب التركيز. لذلك من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنقول عليها دلوقتي ما بقاش ينفع ان احنا نحسب التركيز بريجرز ده ونقول والله التركيز بريجرز ده ريفليكتنج البالمين ارت بريجر اللي موجود عندنا. عندنا بي اس تي كبير موجود عندنا. الحاجه الوحيده النون انفيزبل نقدر نعتمد عليها في حالات الاي بي اس دي هي البلمونري انكومتس اللي موجود فيها. ده تديك فكره، البلمونري انكومتس هيديك فكره مش عن السيستوريك بريشر، هيديك فكره عن المين بلمونري ارت بريشر. فمثلا في حاله زي دي المين بلمونري ارت بريشر بتاعنا حوالي 50، لكن ما نقدرش نستخدم التراكاست بريجرش از انديكيتور للبلمونري ارت بريشر في حاله اي بي اس دي. طيب لو انا بتسال سؤال دايركت انا عندي مشاكل في حسابات، يعني انا عندي اي كلينيكال سسبيشنز للبلمونري ارت بريشر عالي في حاله كمان، الحاجه الوحيده اللي تقدر تجاوبنا على السؤال ده هي الاثار. هو انفيزيف يدخلوا انفيزيف ويقيسولنا البلمونري ارت بريشر لو ده كويتشن عندنا ان احنا قلقانين ان يكون البلمونري ارت بريشر بتاعنا عالي. يبقى قياسات البلمونري ارت بريشر في الاي بي اس دي هي صعبه،
وجود التركات بالبروج اس انترنسك بارت ديسيز من الليجنز الموجودة عندنا، واحنا بنعتمد بس على الانكمتس بتاع البرمونري ارتري. لو سألنا سؤال احنا محتاجين فعلا نعرف البرمونري ارتري بروجر اللي موجود فيها، يبقى ده انفيزي. طيب للناس اللي هتشتغل قسطرة، قياسات البرمونري ارتري بروجر او حسابات البرمونري باسكولار ريزيستنس في الداونز هي شوية محتاجة تركيز، عشان بدون دخول في التفاصيل، لو انت لو عايز ميكسد فينس، في ناس منكم هنا بتشتغل قسطرة مش كده؟ الناس بتقعد تنزل. طب لو انت عندك ميكسد فينس، انت عندك بريمم كويس، ولو يبقى الميكسنج اللي موجود عندك ما ينفعش تاخد الميكسد فينس بتاعتك من الرايت اتريم، وانت لازم تطلع وتاخدها من السوبيرو بينيكيفا عشان تبقى ده الميكسد فينس اللي مظبوط عندك. طيب ان انت عندك دلوقتي البرمونري بينز الموجود عندك فريكوينتلي، لان هو ده كومن اتريم، غالبا ما بيبقاش الساتوريشن بتاعنا 100%، والساتوريشن بتاعنا بيبقى اب تو 95% مش اكتر من كده. طيب في حاجه كمان كنا عايزين نقولها، سيناريو حصل هنا وهيتكرر في كل حته، ان يكون عندك عيان معه وسبع شهور وانت شايف كونجستد والعيان ما بيكبرش وما بيزيدش في الوزن، والساتوريشن بتاعه عباره عن 80%. هل انت قلقان من ايه؟ بالمره بس كرسي وانا شايفه ان البيشنت، لا الام بتشتكي من تشيست انفكشن، وان العيان عندنا غرقان ولكن ساتوريشن هو عنده حق ساتوريشن بقى 80%. دلوقتي هو احنا دلوقتي في دايما، هل هو العيان عشان هو عنده بالمره عنده بريشر عالي فهو بقى 80% الاكسجينيشن بتاعه، ولا علشان تشيست بتاعه كونجستد وتو باد فهو مش قادر يحصل فيه البنتليشن بالفيوجن ماتشنج اللي موجود عنده؟ طيب ودي تبقى خناقه والناس ما تبقاش مطمنه، ولازم نلاقي حاجه. الحل اللي هو الانفيزب ان احنا نبعت العيان ده للقسطره، بس ده معناه ورك لود اسطوري على القسطره، واحنا ممكن يبقى عندنا حاجه براكتيكال غير التست ده، تست غير الانفيزب تست، اقصد يعني ان احنا نعمله حاجه اسمها هايبر اوكسيك تست. ايه الهايبر اوكسيك تست ده؟ هو احنا لو افترضنا ان السبب عندنا هي ان اللنج كونجستد، وحطيت العيان ده على ماسك اكسجين هاي فلوريت وسبته نص ساعه والاكسجين بتاعه اتحسن، يبقى السبب كان في اللنج والسبب كان في الميكسنج بتاع الهارت، يبقى كان اللنج. يبقى لو انا عندي عيان داون ساتوريشن بتاعه 80% وانا عايز اعرف هو ده احتمال يكون نتيجه التشست كونديشن زي ما رصينا رصه التشست اللي موجوده في الداون، احط على ماسك اكسجين فلوريت بتاعه 6 7 واسيب ربع ساعه، لو هو ورانا الاكسجين بتاعه ساتوريشن انه بيعلى يبقى انا بطمنه وما بروحش الانفيزيف مانوفر وبودي العيان ده يصلح بيه بالفكر الايجابي. لو تاني الاكسجين ساتوريشن بتاعه 80% يبقى لا، يبقى ده نتيجه ان البلط مش عارف يروح للبرمنري سيركيليشن، نتيجه انكريس في البرمنري باسكولار ريزيستنس. فهمتوها؟ برضو ده بيري براكتيكال تيست، ودي حاجه من الحاجات اللي هي فعلا بتفرق ان انت تكون مطمن على عيالك والجراح يكون مطمن، دي حاجه بيري براكتيكال. اذروايز هيبقى عندنا ويتنج ليست اسطوريه. خلينا نقول ان احنا خدنا الانفيزيف مانوفر دي اصلا التخدير مش هيقدر ينيمه، ما هي هنتنينا نلف في الفيشوال سيركل دي ان عيان داون عنده 9 شهور، طب احنا عايزين نبعت القسطره، هو ما كنتش بتاعه وحش يتاجل له شهر، هنجيب السنه مستريح. فاهمين يوصل ازاي؟ ده بيري براكتيكال بوينت، خلوها في اعتباركم وانتم بتشتغلوا مع عيالكم. قلنا الجول بتاعت الام ار اي ملهاش اي جول عندنا كروس ايميجنج الا اذا يكون عندك امبالانس كانال وعايز تقيس جول، فبعد ذلك ما تبعتش اي عيان كانال كروس ايميجنج ما عندهاش حاجه يقولها لك اكتر من كده. الرول بتاع البند في الاي بي اس دي موجود في سنترز ما عندهاش اكسبيرينس في ان هي انت مش كنت في الاي بي اس دي البرمونري باسكولار ريزيستنس ان البرمونري فلو يبقى عالي ويحصل بعد كده ايزي مينجر موجود عندنا. الرول بتاع البند بقى فيري ريستريكتد دلوقتي، يا اما هو ديفيكولت في ريبير يعني سنجل بابري ماسل سجل ال مالتي ستراكشر امبالانسد كانال، هو ده من الممكن احنا ناخده اسباليت. فاوفر ان احنا في السنتر عندنا احنا ميلي بنقول للتوتال ريبير عشان جايز ان ده، لكن البند موجوده يعني هتسمعوا. طب احنا خلصنا الثلاثه ده وقلنا البوست اوبرتيف. في الفولو اب للبوست اوبرتيف الاي بي اس دي، الاي بي اس دي من العيانين اللي ما بيغادروش عيادات الكارديولوجي، يعني بمعنى ايه؟ يعني ده واحد من العيانين ايفن بعد ما يتصلح التيست كوركتيف سيرجري هيبقى في حاجات احنا بنتابعها، لذلك هم موجودين في السبيشاليز سنتر بيتابعوا عندها. انا لما بتابع عيان الاي بي اس دي هو انا بتابع شانس موجوده از ريزيديوال شانس، يعني الاي بي اس دي ده قفل الاي اس دي كويس، قفل الاي بي اس دي كويس، وهم عملوا كمان كونستراكتيف سيرجري في قلب الاي بي بالك
وحتى ما قال لنا ان احنا بيبقى عندنا مشاكل في الليفت ايميل بارت ان احنا بنتابعها وفي نسبه الهجوم ما تقلش عن 20% موجوده مع العينه. الاي دي تي ابستراكشن احنا قلنا ان ده حاجه من الحاجات اللي موجوده زي كده مثلا انتم شايفين هنا ده واحد من الامثله اللي موجوده عندنا ان ده بوست اوبرتيف ريبير وانتم شايفين هنا ده الاورطه وده الليفت ايميل بارت. شايفين اللي تحت الاورطه هنا اتزن اللي بيتيوب ستراكشن محتاجه ان هي تبقى انفستيجيتد وده سيجنيفيكانت ولا لا بالذين ضمن الحاجات اللي احنا بنتابعها. طيب بالنسبه للبيبي بالبس اللي موجوده احنا لقينا ايه في الانكونتنس ده بص ريبير ايه راينا في الانكونتنس ده سيجنيفيكانت انكونتنس. طيب ولو شفنا اللي بعد ده اقل بكتير يعني ممكن يبقى مايلد مودريت يعني دي ضمن الحاجات اللي احنا بنتابعها عينين البي اس دي ما بيسموش عيادات الكارديولوجي بيضمنهم يتابعوا من الممكن انها تقل اب بعد 20 سنه مثلا ب اي بي بالف ريبليسمنت او ريبير للمره الثانيه او اللي بي تي. طيب فرد شوكلت اللي هيقدر ان هو يطلع يعمل اسسمنت ده كليب كامل فيه كل المعلومات انا خلاص كده كل اللي عندي ممكن تبصوا كده ويقفل شوكلت ممكن للي هيطلع كده يقول لنا اسسمنت يقول صح ده كليب كامل اللي منكم بيحضر معانا اول مره البيدياتريشن بيحبوا ان احنا نشتغل الكليب ده عشان نكون صوره في معلوماتنا. انا ممكن اساعد بحاجه ان ده سبكوستال فيو البروب لتحت الليفر موجود اهو ده حاله كنال بس انا محتاجه حد يطلع يعمل اسسمنت زي ما قلنا كده الخمس نقط اللي قلناها ويفرض شوكليت يعني حاجه كبيره يعني محمش ولا انت وقفت ممكن تعال يعني والله بوينت عشان الشجاعة بس تعال ممكن تعال تعال مكاني انا ممكن اقلل من بس في الجزئية دي انت هتعمل ايه في الاول انت اكتر كوميونيكيشن ان بتقدر كوميونيكيشن اي بي بالف فنتريكولا طيب طيب بالنسبه للبير فيو سبوستر انا شايف ان بالنسبه لي الثلاثه السته انا شايف في اس دي برايمري موجود اس دي برايمري برافو عليك بقيه السته مش شايف في اي انذر باثولوجي برافو يعني ده مش كومن اتريا ما فيهوش سيكاندم الموجوده فهي انت اتريا كوميونيكيشن موجوده عندنا ماشي بالنسبة للانتر ميتر وستة انا شايف كومبوننت عندك ايه؟ انا شايف انلت في شايف انلت في اس بي والبيت الستة برضك انتك وشايف في حاجة فده اند في اس بي عشان نوصل لغاية الاخر طبعا في رقم قلم عشان لو في اي حاجة وقعت ماشي اوكي شايف كومان اي في جنكشن و وشايف طبعا يعني وان اورفيس اوكي ايه تاني؟ ال البوز فنتر كان او الكومن اللي ده يعتبر بالانسد كومن ايف كمان شايف البوز فنتر في حجم يعني حجم كويس وغير كده هي ناس ملاحظه ان هي الاي بي جنكشن محطوطه بالنص بالظبط فوق اللي انت هتسيبها يعني انت تشوفوها وهي بتموت كده هتلاقوا الاي بي جنكشن موجوده وان السبتايل الاثنين الاينمنت مع بعض يعني انت لو مديت خط تخيلي ايماجينري بين انتر اكتر سيكتور وانتر بيتكلر سيكتور هتلاقوهم الاثنين بيوصلوا لبعض مش كده؟ ده السبتر ده البنتك السبتر قدامه ماشي فانت تعبيرك ايه على البنتكلز؟ لو بنسد بنسد بنتكل ولا انت السبتر ده ايه الحاجه الوحيده اللي ناقصه في المدربه عليه؟ ويفرض الشوكلت يا محمد يعني جاوبت صح وشجاعه من الكلام ايه الحاجه الوحيده اللي ناقصه في الحاله دي؟ لا هو ايه الحاجه اللي ما لهاش في الكونتنس؟ لازم تحط قلم يعني اللوب ده كان محطوط له اعدادهم لكن اللوب ده كان لازم تحط عليه خلق علشان الناس تقدر تقول هو ليكن ولا لا عشان ده واحده من الحاجات اللي انا ما حطيتهوش انا كده خلصت حد عنده اسئله؟